سورة ياسين تمنع عطش يوم القيامة، سورة الكافرون تمنع الكفر عند الموت، سورة الإخلاص تمنع النفاق، سورة الفلق تمنع الحسد، سورة الناس تمنع الوسواس. إذا شعرت في ثقل أو بثقل في نشر الرسالة فإن ذنوبك هي التي أثقلتها، فلا تترددي في نشر هذه الرسالة لعلها تكون سبب في دخولك ودخول الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أرسلها للي عندك 5 أو 10، هل تعلم أن خلال ساعة واحدة بإذن الله راح يكون 10,000 شخص يقولون لا إله إلا الله وعلموا معناها؟ كل هؤلاء بإذن الله في ميزان حسناتك. أخلص النية لله وأرسلها وقل اللهم إنها عن قليل من سيرسلها لأنه يشعر بالحرج. تخيل أن الله يراك وأنت تنشرها لأجله. إذا أعجبتك فانشرها، وإذا لم تعجبك فمر كأنك لم ترى شيئا. تنشر الأغاني وتستحي من نشر القرآن. يا رب من يرسلها ارزقه من حيث